السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. في الإعلان إخواني جبت لكم شركة سنترال دانون كتوظف في تقنيين صيانة ذكور وإناث، يعني طالبين هنا تكنيسيان مانتونونزا هوم إفام. بالنسبة إخواني للمهام اللي غديروا في هذه الخدمة هذه، هم هادو يعني يقدر أنكم تقراوا المهام كلها. بالنسبة إخواني اللي كيهمنا حنايا هو هذا البروفيل وكذلك طريقة ديال ملء الاستمارة اللي غادي نوريها لكم في هذا الفيديو. بالنسبة إخواني البروفيل هنا فوزافي ان باك بلس دو اون فابريكاسيون ميكانيك او الكتروميكانيك او مانتونونس اندستريال، وبالنسبة ليكسبيريونس ما تقلش على 2 عام، وخصك تتقن لي لوجيسيال اوتوكاد او الورك كاتيا. دابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نبوستوليو لهاد الشركه ديال سنترال دانون. هنا غادي يعطينا هنايا لوفر اللي هو لي تكنيسيان مانتونونس اون فام، هنا غادي نضغطوا مباشره على ابلي بالطريقه هذه. اذا اخواني هذه هي الاستماره اللي غادي نعمرو. كيف غتشوفوا اخواني هنا الطريقه كيفاش نعمرو الاستماره؟ اول شيء هنا بادين بسي في و ليتر دو موتيفاسيون اللي غادي نرفعوهم في هذه الاماكن هنايا. بالنسبه للسي في غادي نضغطوا على بلوس بالطريقه هذه، ونعاودوا نضغطوا على شارج دو بوي لاباراي سواء كان عندك بي سي او تليفون، يعني كيخدموا في بي سي والتليفون. هنا غادي نضغطوا على شارج دو بوي لاباراي، وهنا غنقلبوا على السي في ديالنا اللي غيكون سو فورم ديال البي دي اف او الوورد، ونضغطوا على اوفغي بالطريقه هذه، هو السي في ديالنا تم رفعه في هذا المكان. بالنسبه اخوان اللي تقرا موتيفاسيون عندك يعني ارفعها في هذا المكان، ما عندكش راه ماشي من الضروري، لان ما محطوطاش فيها يعني هذه النجيمه هذه اللي هي كتحتم علينا اننا نمروا هذه الشون هذه الا لقينا اي بلاصه قدام هذه النجيمه باللون الاحمر. مزيان هنا الا عندك، مزيان اللي ما عندكش خليها. الا عندك ضغط على شارج دو بوي لاباغاي، ونمشيو لهنايا ونديروا ليتر دو موتيفاسيون ونخليوها هنايا بالطريقه هذه. بالنسبه لهذا المكان اخواني غادي نمشيو لهذا المكان ونديروا الجيميل ديالنا، وهنا غادي نعاودوا نفس الجيميل، وهنا غادي نديروا واحد المود باس، يعني هذه هي المرحله ديال الايميل. بعد ذلك اخواني غنهبطوا لاسفل هنايا، غادي نعاودوا نفس المود باس في هذا المكان هنايا. هنا غادي نديروا البرينوم ديالنا، وهنا غادي نديروا لو نوم ديالنا، يعني هنا غادي نديروا الاسم الشخصي وهنايا الاسم العائلي. بعد ذلك هنايا في هذا المكان غنختاروا الدوله، هنا نختاروا الدوله، نختاروا ماروك بالطريقه هذه ماروك. وفي هذا المكان اخواني غادي نحطوا نمره التليفون ديالنا، مثلا على سبيل المثال نحطوا 06 مثلا بالطريقه هذه اخواني. وفي هذا المكان غادي نختاروا ليو دو ريزيدونس، يعني المكان اللي كتواجد فيه الان. نمشيو هنا نديروا هنا ماروك بالطريقه هذه، نمشيو نقلبوا على ماروك هي هذه. وهنا كيقول لك هنا روندر مون بروفيل فيزيبل بور تو ريكريتور دون لو موند اونتي او لا تو ريكريتور دونتربريز دون مون بي ما ريجيون دو ريزيدونس او لا سول لي ريكروتور جيرون لي بوست بور ليكيل جو بوستولي. تخلي البروفيل ديالك انه يبان للعالم كله، او لا يبان غير في المدينه في الدوله ولا في المدينه فاش ساكن، او لا يعني يبان غير في البروف في البوست اللي بوستوليتي فيه. المهم غنضغطوا حنايا على كل شيء بالطريقه هذه، وهنايا غنديروا نوتيفيكاسيون ريسيفوار نوتيفيكاسيون بور بوبليكاسيون دو نوف بوست، يعني هنا الى بغيتي يبدا يوصلوك الاشعارات لي بوست الاخرين نضغطوا عليها بالطريقه هذه. وفي هذا المكان اخواني لي كونديسيون اوتيليزاسيون، يعني تقرا يعني الشروط ديال العمل او الشروط ديال الشركه هذه، يمكن لك انك تضغط على هذا المكان هذا وتقرا الشروط بالطريقه هذوما الشروط، ونضغطوا على اكسبتي بهذا الشكل هذا، ونضغطوا على بوستولي الى كملنا هذه المعلومات كاملين. اذا اخوانا هذه الطريقه ديال ملء الاستماره للترشيح للتوظيف في شركه سنترال دانون لطالبين دي تكنيسيان مانتونونس اوم اي فام، يعني ذكور واناث. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، دخلوا اخواني وملؤوا الاستماره ديالكم وصفتوها، وكنتمنى لكم التوفيق. وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديدنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.